والله ما انا واخداه. ما انتش هتاخدي احنا طالعين ما هنا جايين يا ست استنى. أهلا وسهلا بكم أعزائي مشاهدي ومتابعي منصة أبو كبير ميديا في كل مكان. أهلا بكم في لايف جديد بنتابع معاكم في تغطية جديدة من قلب مبادرة كلنا واحد لتخفيض مستلزمات المدارس في محافظة الشرقية. كراريس وشنط وملابس مدرسة وأي حاجة نحتاجها، شوزات، كل حاجة موجودة هنا بأسعار مرخصة، أسعار في متناول إيد الجميع. احنا دلوقتي معانا صلاح هيكلمنا شوية عن المبادرة، وفي الأول عرفنا بنفسك وقولنا بقى المبادرة الافتتاح امتى وموجودين لحد امتى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا صلاح من الشرقية، عندي 13 سنة. ان شاء الله افتتاح المعرض النهارده، يا ريت كل الناس تشرفنا هنا، احنا متواجدين على طول هنا طول الشهر 30 يوم، يا ريت كل الناس تشرف وتشوف الاسعار، واحنا برضو نحارب الغلاء. المكان فين بقى؟ المكان هنا عند العطور، جامع العطور، هو عند مكان هنا بلند، المكان نفسه بلند. افتتاح المبادره النهارده؟ النهارده. لحد امتى؟ هو النهارده من الساعه 2 لحد بالليل. النهارده بس؟ النهارده بس. طيب كلمنا بقى عن الحاجات اللي موجوده في المبادره النهارده. تمام ماشي. انت عايز ايه؟ قولي بقى الاقلام والادوات المدرسيه والكراريس والكتب والحاجات دي اسعارهم ايه وايه نظامها؟ كل حاجه، في حاجه زي دي كده؟ نفس الخامه دي كده؟ 35 جنيه. في حاجه زي دي كده؟ دي بس معلش. بس ب 35 جنيه 20 كراسه. في حاجه زي دي كده؟ في حاجه زي دي كده؟ بس ب 45 جنيه. بس ب 45 جنيه زي دي كده. طبعا دي اسعار مختلفه عن الاسعار دي بتنباع بره ب 65 جنيه. احنا هنا محشي مبادره وكده. في حاجة زي دي كده؟ في كراسي رسم. كراسي رسم. كراسي رسم ديت الكراسي بتنباع ب 2 جنيه. كراسي بتنباع ب 2 جنيه. في حاجة زي دي كده؟ ديت 80 ورا. 80 ورا عليا دي بتنباع ب 10 جنيه. عيوني يا عم، عايز ايه يا عم؟ عايز البت دي الحلوة دي؟ في حاجة زي دي كده؟ عليا دي 40 ورا. دي اتعمى 8 جنيه. عايزه كراريس ولا اقلام؟ كراريس يا اخي. انجليزي في حاجه زي دي كده برضو كشكول 80 ورا دعم 5 جنيه. 80 ورا. 80 ورا. كشكول 80 ورا. والكراريس الثانيه؟ الكراريس الثانيه في حاجه عامله 24 وفي 28. كله لوجه الله. انت عايز ايه؟ في برضو كشكيل. في كشاكيل برضو، في كراريس سيروكس، في مقالم، في شنط، في ادوات مدرسيه، في اقلام رصاص واقلام جاف، استيكه وبرايه، في كل حاجه متواجده هنا الحمد لله. وكمان موجود يعني كل حاجه موجوده في المبادره النهارده، مش بس على قد الكراريس والاقلام والشنط والحاجات دي، موجود كمان تشكيله من الشوزات. و السلام عليكم. ممكن تعرفنا بنفسك؟ محمود. خش جوه يفرجك على الحاجات دي. ماشي تعالى اتفضل معايا. ده ب 50 وده كده ب 50 وعندك ده كله كده لحد هنا ب 75 وده كله ب 100. طبعا الاسعار مختلفه عن الاسعار العاديه اللي بره. ده علشان المبادره. ايوه ما احنا مخفضين الاسعار. طب ممكن بقى تكلمنا شويه عن المبادره النهارده؟ خد بقى محمود انت تعامل. كلمنا عن المبادره. الحمد لله الاسعار كلها كويسه جدا. هنا بيبدا معانا الاطفالي والبناتي من 50
في ب 75 بالاطفالي، وفي هنا رجالي ب 100 وفي اطفالي برضو حريمي. ممكن تبص عليهم هم. كلمنا بقى، قولنا في ايه موجود تاني النهارده؟ في هنا حلويات المولد، في هنا كريمات، مستحضرات تجميل، كريمات، جلات كده. في هنا حلويات المولد، هنا الكيلو ب 35 جنيه كيلو مشكل. في هنا برضو حلويات المولد في حاجه ب 45 جنيه برضو مشكل، اللي انت عايزاه كل حاجه موجود. في برضو انواع زي دي كده نظيفه، علبه مشكله كيلو 2 كيلو. لا الانواع كلها نظيفه يعني. اه هنا في حاجه برضو 2 كيلو ب 140 جنيه. صوري معاه اهو، صوري مع اللاب صح. ادي المكرونه. صوري معاه. في برضه جبنه، في حلاوه، في جبنه دومتي، في جبنه ابورلاند، في جبنه لوستون، في زيوت، في سمنه، في زيت. ودلوقتي دي شنط معانا النهارده في مبادره كلنا واحد للرئيس عبد الفتاح السيسي. السلام عليكم. اهلا بحضرتك. ممكن تعرفنا بنفسك؟ اسمي سلام. ممكن بقى حضرتك تدينا نبذة عن المبادرة النهاردة وعن أسعار الشنط؟ والله الأسعار كويسة وكل حاجة هتبقى ببلاش. شنطة زي دي النهاردة 65، شنطة زي دي النهاردة 100، زي دي 100، اللهم صل على النبي، زي دي كده 65. الشنط هيت في من اول 50 لغاية 150، 75، 65، 65، 65. احلى حاجة الجنس زي دي عاملة 110، بتتباع في المحلات ب 250 جنيه. في دريسات مدرسة، طرح بيضة زي مدرسة برضو. أسعار 180، 170 دريس كامل على بعضه مش هيعوز حاجة، بيتباع في المحلات ب 300 و 350. مريالة أطفال ب 100 جنيه زي مدرسة، بني وكحل ورصاصي ونبيتي. كلمنا بقى عن المبادرة النهاردة، هي معمولة ليه؟ والله معمولة عشان التخفيضات والأسعار، الناس بتحرق، الناس بتستغل الزبون اللي جاي يشتري. فتوكلنا عليك يا رب نكسب هنا 3-2، ربنا بيكرمنا آخر اليوم أحلى مغلة على الزبون 20-30 جنيه، وربنا يسهل يا رب. بنتابع معاكم من قلب معرض مستلزمات المدارس والسلع التموينية الغذائية في محافظة الشرقية. ودلوقتي معانا عمو. ازيك يا عمو؟ ازيك يا بابا، عاملة ايه؟ حضرتك عرفنا نفسك؟ علي بخيت من القنطرة غرب. حضرتك جاي من القنطرة النهاردة علشان تشارك في؟ انا جاي من القنطرة حبا في الحزب ورجالة الحزب، وعلى رأسهم الحاج خالد أبو هليل والحاج السيد أبو سمرة واللواء علاء النجار وسيادة المحافظ. أنا عامل المعرض ده عندي في العنطرة تحت رعاية حزب مستقبل الوطن. الحاج خالد طلب مني أجي أشارك وأعمل نفس المعرض عندي. إحنا بنبيع الحاجة بأسعار تقريبا خصم 50%، نص تمن. الله يكرمك، الله يخليك. يعني هقول لحضرتك، نبتدي من هناك. دي التيشيرت بتاع طلبة ثانوي وإعدادي، مقاسات كبيرة، بيتباع بره الطقم ده مع البنطلون بتاعه بيتباع ب 280، احنا هنا عاملينه ب 160. الطقم الثاني بتاع الابتدائي بيتباع بره برضه بحوالي 240، بنبيعه هنا ب 120. عندي طقم الحضانة اللي هو النبيتي في أزرع دون ولسه جاي اللون البامبي ده برضه بيتباع بره ب 150، احنا منزلينه هنا في الحزب ب 100 جنيه.
الجيبه تكلفتها علينا من المصنع 80 جنيه، ببيعها ب 80 جنيه بنفس تكلفتها. كل ده لتخفيف الاعباء عن اولياء الامور برضو تحت رعايه حزب مستقبل وطن. كنت عرفنا بنفسك؟ دي معرض صلاح نجيب، دي احنا فاتحين هنا في حزب الوطن عشان نشارك في الاسعار، تبقى ارخص اسعار وكده. عرفنا بقى معاك ايه النهارده؟ معانا هنا مستلزمات الحلاقه والكوافيرات والكريمات، جلات، شامبوهات، شاور، كريم، زيت، ماسكات، مخمريه، معجون اسنان، شامبو، يعني كل اسعار مختلفه عن الاسعار. طبعا بره مختلفه عن كل الاسعار، هنا يعني مختلفه الاسعار. مثلا حمامات كريم يعني خصم هنا 10% على كل حاجه، ومثلا لو طب انا عايزه بقى حضرتك تديني كمان خصم للناس اللي هتيجي من اللايف ده، يعني ده يجي يقول لك انا شفتك النهارده من اللايف تبع ابو كبير ميديا مثلا، اديله خصم كمان، هياخد خصم كمان، هيبقى 5% يبقى 15% على كل قطعه هياخدها. شوف ال خش طري، شوف اللي انت عايزاه، في ملايط، في مسح، لا حريمي، في رجالي، مكان حريمي، في شامبوهات، في فرش تسريح، مشاط، مخمريه، برفان، في معطر جو. شوف اللي انت تخش صوري. بنتابع معاكم دلوقتي من قلب معرض المستلزمات المدرسية والسلع التموينية والمواد الغذائية بمركز الشرقية، محافظة الشرقية، مركز فاقوس. أسعار يعني كلها في متناول الإيد، مبادرة لمحاربة الغلاء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب. موجود في المبادرة ملابس للمدرسة وشنط مدرسية وسلع تموينية مواد غذائية وكمان حلويات المولد، أدوات مدرسية وشوزات وأحذية، كلها في أسعار في متناول الجميع. الافتتاح النهاردة ان شاء الله الساعة 4 وموجودين لحد الساعة 12 في الليل. طول الشهر يعني، مش النهاردة بس، موجودين من النهاردة الساعة 4 الافتتاح، كمان 3 ايام فاتحين، بس موجودين لحد 30 يوم. بس في حد قال لي من الافتتاح النهاردة، هو الافتتاح النهاردة يعني موجودين لحد اخر الشهر. موجودين لحد اخر الشهر، بنقفل هنا الساعة 12 الساعة 1. يا ريت كل الناس تشرفنا واحنا موجودين هنا ونحارب الغلاء وخصمها 20%. واللي جاي من تبعنا انتوا 30%. شكرا اعزائي المتابعين، كنا معاكم في لايف على منصه ابو كبير ميديا، وانتظرونا في لايفات تانية. وزي ما قلنا لحضراتكم، اللي هيجي المعرض النهارده من الناس اللي تابعت معانا اللايف له خصم 30%، بس يقول ان هو جاي من ابو كبير ميديا وله خصم 30% من المبادره النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.